تفضل يا أخي. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا شيخ. أنت تتكلم اليوم عن الجمعة، ولكن نبغي نسألك مسألة بالنسبة يا شيخ المسجات، يعني نخصص يوم الجمعة بمسجات، أن مثلا نبارك اليوم بيوم الجمعة ونقول جمعة مباركة وما شبه. طيب، الأخونا حسن من الإمارات يسأل عن شيء يتعلق أيضا بيوم الجمعة، وهو ما شاع وانتشر، وهو إرسال الرسائل التذكيرية أو التهنئة أو الدعائية في يوم الجمعة، ويختم غالبا هذه الرسالة أو هذه الكتابة بجمعة مباركة. هل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز لا حرج فيه، وهو من جملة التهنئة بالأيام والأعوام والشهور. والأصل في التهنئة بالأيام والأعوام والشهور الإباحة، لأنه من عادات الناس، لكن لا يظن أن هذا سنة أو هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى بعينه، إنما هذا من جملة ما يدخل في الله في قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فليس خاصا بيوم الجمعة، لكن هو من المباحات، لو فعله الإنسان فإنه لا حرج عليه، وهو من الأمور الجائزة.